السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف في هذا الفيديو كيفاش إضافة بطاقة رودو باي على AliExpress بطريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يصلك جديد. أول دخول إلى AliExpress ومن بعد نضغط على حسابي ومن بعد نضغط على البطاقات. ها هي خاوتي، نضغط على البطاقات ومن بعد نضغط على إضافة جديدة، نكليكي عليها خاوتي بهذه الطريقة. ومن بعد هنا واش يقول لك؟ يقول لك رقم البطاقة، الاسم على البطاقة، وكذلك تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، العام والشهر، ورقم أو الكود خاصة ببطاقة. أنا واش ندير خاوتي؟ نروح الى بطاقة رودو باي او بطاقة وايز ولا باي سيرا ولا اي بطاقة. نروح بطاقة رودو باي ومن بعد نضغط على البطاقة خاوتي، ومن بعد نضغط على العين البطاقة، ومن بعد ننسخ رقم البطاقة، ومن بعد نروح على AliExpress بالطريقة، ومن بعد نشوف الاسم خاصة بي على البطاقة، اسم محمد الحبيب شاهد. من بعد نكتب هنايا محمد الحبيب شاهد بهذه الطريقة. ومن بعد نشوفو تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، عندنا 11/26 11/26. ومن بعد الكود البطاقة هو 248. ومن بعد نديرو الحفظ البطاقة، سيتم حفظ البطاقة على AliExpress بهذه الطريقة خاوتي. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.